إلى أولى المقاطع المتداولة ورصدها لنا فريق البرنامج هي لفيديو الثقف مواطن، وكان هذا الفيديو لفعالياته في المنزل ضمن مبادرة روضة الحوش. بدر العالي ابتكر الجلسة في حوش المنزل لقضاء أوقاته بشكل غير روتيني. خلونا نشاهد هذا الفيديو. تدرون يا جماعة الخير، هذا هو اليوم 26 لنا في فيضة الحوش. والله أني حسب 17 18 يوم 26 يوم وحنا مربعين بهالفيضة. اللي يقوله الله يوفقكم ويسعدكم يا حي قيوم، عز الله أنكم سويتورنا جو والتهينا واستنسنا وانبسطنا. لو الله ثم انتم كان جاسن عند تلفزيوني ومن دبلة نسبدي من اخبار كورونا، لكن الله يبيض وجيهكم، عز الله انكم طاقة ايجابية يسعدكم ويحفظكم اينما تكونون يا حي قيوم. ناس بتويتر وحتى الخاص بالسناب يخانقون، يقولون بسبت هالفيضة زاد الوزن، اللي يقول 4 كيلو واللي يقول 5 كيلو. اي والله يا جماعة الفيضة ما لها علاقة، طبخاتنا هذه ما لها دخل، لأنكم ما تحركون ولا تسثرون مشر بلمة. لكن أبشروا الليلة عشان أنا بنخليه سعرات خفيفة. موزي البارح يمكن 70,000 أو 75,000 سعرة حرارية، الليلة أنا بنخليها يمكن 3,000 أو 4,000 سعرة حرارية. هذا عايشين علشان عايشين حقين الداي. جميل الاستثمار مثل هذا البيت والحوش ببعض الأشياء الجميلة وتزيين الجلسات للاستمتاع بالوقت داخل العزل المنزلي. مشاهدينا الكرام،